ننتقل إلى المداخلة الثالثة وهي للدكتور أدريس مولودي، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالراشدية، في موضوع إسهامات منهج الدراسة المصطلحية في تجديد فهم الوحي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وسيد الأولياء وأصفى الأصفياء وأتقى الأتقياء سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين فضلا منك ونعمة. ثم أما بعد، أعظم ما ورثه المسلمون عن سلفهم الصالح القرآن الكريم، الذي لم ولن تمتد إليه يد التحريف والتبديل باعتبار تولي الله جل جلاله حفظه. وعظمة هذا الكلام لا تخفى، إذ الفرق بينه وبين سائر الكلام كالفرق بين الله تبارك وتعالى اسمه تبارك اسمه وتعالى جده وبين سائر خلقه. فيه وعليه وله كانت الأمة، وبدونه لم تكن شيئا مذكورا. ومن ثم كان أفضل ما يشتغل به دون غيره حفظا وفهما وتدارسا وتدبرا وما إلى ذلك. فلقي بسبب ذلك وغيره منذ نزوله إلى اليوم من العناية بحثا ودراسة وتنقيبا أكثر من غيره، عبر مناهج متعددة من تحليلية وإجمالية ولغوية وفقهية وموضوعية وغيرها. ومن المناهج الحديثة التجديدية التي تناولته دراسة وبحثا ضربا من تناول منهج الدراسة المصطلحية، الذي أصبحت له عناية كبيرة بقراءة وفهم نصوص علوم كثيرة وخصوصا الشرعية منها. فلقي اهتماما بالغا من قبل بعض الباحثين على المستوى المحلي والدولي، ومن ثم كان تناول هذا المنهج للوحي ومصطلحاته بقصد تجديد فهمه والإحسان في تنزيل مقتضياته. الفهم والتنزيل المؤهلان للقيام بمهمة الشهود الحضاري التي أنيطت بخير أمة أخرجت للناس. ومن ثم كان موضوع حديثي في هذا المؤتمر المبارك إسهامات منهج الدراسة المصطلحية في تجديد فهم الوحي وفق العناصر التالية. أولا، التعريف بمنهج الدراسة المصطلحية ورواده، إطلالة على مصطلح التجديد في الوحي، العناصر والأبعاد التجديدية في منهج الدراسة المصطلحية لفهم الوحي. ملاحظات على الرابع، العنصر الرابع، ملاحظات على منهج الدراسة المصطلحية. خامسا، آفاق في منهج الدراسة المصطلحية لفهم الوحي. سادسا، نموذج تطبيقي، ثم خلاصات وتوصيات. يعني إن شاء الله عز وجل سأتجاوز يعني بعض يعني الدراسات اللغوية وكذلك المعجمية المرتبطة ببعض المفاهيم المرتبطة بالعنوان كالمصطلح وما شابه، لأصل إلى يعني بالنسبة للمبحث الأول تعريف منهج الدراسة المصطلحية. يعني كما تعلمون أن من رواد يعني الدراسات المصطلحية يعني العدد من العلماء المعروفون يعني في التاريخ المعاصر، والذين يعني من بينهم مثلا نجد مصطفى الشهابي، كذلك ادريس ناقوري، علي القاسمي، يعني خالد العبودي وغيرهم. ومن هؤلاء العلامة القامة الدكتور الشاهد البوشيخي حفظه الله تعالى. ولهذا سأركز على ما يرتبط بالمدرسة الفاسية ويعني منهجها، منهج الدراسة المصطلحية يعني الذي أسس له ووضع أعمدته وأسسه الدكتور شاهد البوشيخي. ومن ثم تعريف منهج الدراسة المصطلحية يعني أصل إليه بشكل سريع. يقول الدكتور يعني حفظه الله تعالى: الدراسة المصطلحية ضرب من الدرس العلمي لمصطلحات مختلف العلوم وفق منهج خاص بهدف تبين وبيان المفاهيم التي عبرت أو تعبر عنها تلك المصطلحات في كل علم في الواقع والتاريخ معا. ويقصد بالتبين ها هنا ما يتعلق بالدراسة بدءا من الإحصاء إلى آخره، ثم يعني يقصد بالبيان ما يتعلق بمرحلة العرض التي سنتحدث عنها اختصارا إن شاء الله عز وجل. ثم يأتي بعده تلميذه النجيب
الدكتور سيدي الشاهي يعني سيدي فريد الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ليعرف المنهج تعريفا آخر ويدقق فيه قائلا رحمة الله تعالى عليه: هو بحث في المصطلح لمعرفة واقعه الدلالي من حيث مفهومه وخصائصه المكونة له وفروعه المتولدة عنه ضمن مجاله العلمي المدروس به وكأنه استنانا وأخذا عن شيخه يعني حفظه الله تعالى يضع لنا بطاقة هوية للمصطلح تتضمن عناصر متعددة من بينها مثلا المقومات الذاتية للمصطلح، كذلك الموقع داخل النسيج المفهومي، ثم الامتدادات، ثم كذلك النعوت والعيوب وما شابه، لأصل إلى عن المنهج بشكل مختصر جدا. في الحقيقة هذا المنهج هو منهج مترابط الأركان وهو الذي يميز يعني المدرسة الفاسية عن غيرها، ورائدها كما قلت الدكتور شهيد بوشيخي حفظه الله تعالى. المنهج يتكون اختصارا من 5 أركان. الركن الأول هو ركن الإحصاء، ويقصد به الاستقراء التام لكل النصوص التي ورد بها المصطلح المدروس وما يتصل به لفظا ومفهوما وقضية في المتن المدروس، وهنالك تفصيلات متعددة بالنسبة لي ومازال ما بديناش كاع. إذن لأصل إلى يعني المهم في الحقيقة من هذا العرض، وهو ما يتعلق يعني كان يعني المبحث الثاني إطلالة على مصطلح الجديد في الوحي. ويكفي أن أشير ها هنا إلى أن القرآن الكريم عموما هو دعوة للتجديد، سواء على المستوى التصوري تفكيرا وتدبيرا وتعبيرا. وبيان القرآن السنة تؤكد على هذا الجانب المصطلح المشار إليه، خصوصا إذا وقفنا ولو وقفة يسيرة مثلا مع حديث يعني حديث جبريل. فتعلمون أن مثلا الإسلام يعني الذي جذره اللغوي السين واللام والميم، وكذلك الإيمان والإحسان، مصطلحات كانت معروفة لدى المجتمع العربي قبله، لكن أتى دين الله عز وجل وأعطى لهذه المصطلحات معان جديدة، لأصل إلى يعني المبحث المهم جدا في هذا العرض، وهو العناصر والأبعاد التجديدية في منهج الدراسة المصطلحية لفهم الوحي. وهو في عناصر متعددة من بينها نظرة عن الأهمية والجذور التاريخية لهذا المنهج ويعني هنالك يعني كلام كثير في هذا الباب. وهذا يعني الأولوية لدراسة الألفاظ معروفة عبر التاريخ، بدءا مثلا من العلامة يعني الراغب رحمة الله تعالى عليه الذي قال مما قاله: وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية إلى آخر النص. ثم العنصر الثاني يعني الأبعاد الجديدية يعني يتضمن محاور متعددة، من بينها تجديد تدين الأمة مرهون بتجديد المنهج ومنهج دراسة ألفاظ الوحي. واقع هذه الأمة ووضعها بين الأمم بسبب تراكمات عصور الضعف والانحطاط والتبعية للآخر اقتضى مراجعة شاملة لتراثها الفكري، وذلك عبر تجديد مناهج دراسته وعلى رأسها تفسير كلام الله تعالى. فتنادت الجهود الداعية لتجديد مناهج تفسير القرآن الكريم، ومنها جهود الدكتور شهيد بوشيخي الذي يعتبر مع غيره من العلماء مشكلة المنهج هي مشكلة الأمة الإسلامية، ولن يتم إقلاعها العلمي ولا الحضاري إلا بعد الاهتداء في المنهج للتي هي أقوم. ولهذا يقول حفظه الله تعالى: عبثا نحاول إصلاح الحال قبل إصلاح العمل، وعبثا نحاول إصلاح العمل قبل تجديد الفهم، وعبثا نحاول تجديد الفهم قبل تجديد المنهج. لأصل إلى يعني هذا فيما يتعلق بهذا العنصر. العنصر الموالي: تجديد فهمي مصطلحات القرآن أساس جديد يعني الفهم وتفسير القرآن الكريم. ويعني السي حفظاوي راها يعني ثم نذكر العناصر والسلام. الاجتهاد في عملية الاستقصاء الشامل وتجاوز منهج العثور بسلبياته، هذا من مما يرتبط، لأن يعني لا شك أن العلماء السالفين سواء تعلق الأمر بعلماء الغريب أو علماء الوجوه والنظائر أو المفسر إلى آخر من العلماء الذين درسوا يعني العلوم الشرعية عبر التاريخ يعني لهم وجاهة كبيرة جدا فيما يتعلق بدراساتهم، إلا أنه
يعني لم يصلوا إلى يعني التعاريف الدقيقة لعديد من المصطلحات. لماذا؟ لغيبة الإحصاء في دراسة مفاهيم الألفاظ. ثم أيضا عنصر آخر، الدرس المصطلحي يتتبع المسار التاريخي لفهم المصطلح المدروس في مجال التفسير وغيره من العلوم بداية يعني بدءا من المفتاح المعجمي. ثم العنصر الآخر، الدرس المصطلحي يجتهد في استخراج كل ما له تعلق بالمصطلح من نصوص. ثم العنصر الآخر، ضبط مفاهيم الوحي ميزان لتقييم وتقويم الفهومات السابقة. ثم في منهج الدراسة المصطلحية منسوب التجرد أعلى من الأعلى من الميولات الشخصية. علاش؟ لأنه منهج دقيق صارم يدفع الباحث به إلى أن يكون محايدا بإبعاد الذات خصوصا، وأن المراحل تستند إلى المنهج الوصفي. والسلام عليكم ورحمة الله.